اهلا بكم من جديد. لجنه الحكام اعلنت اختيار الحكم محمد عادل لمباراه الاهلي والمصري والحكم محمد الحنفي لمباراه الزمالك وسيراميكا بكره. اذا محمد عادل للاهلي والمصري والحنفي للزمالك وسيراميكا. متواصلين معاكم في مراجعه ال 15 نقطه اللي خبراء التحكيم المصريين والاجانب اجمعوا على فقدانهم من رصيد النادي الاهلي بسبب اخطاء تحكيميه هم اللي بيعترفوا بيها او هم اللي بيقدروها ويحكموها مش احنا. ضربه جزاء للاهلي مع بيراميدز، الاهلي بيلعب مع بيراميدز، حكم المباراه كان الكابتن جهاد جريشه اللي الحقيقه حظه سيء في مباريات الاهلي مع بيراميدز في وقعتين ثلاثه قبل كده، لكن في هذه المره ضربه جزاء للاهلي من لمحمد شريف وهدف لبواليا الغاهم الكابتن جهاد جريشه عشان الاهلي يخسر نقطتين ونسمع فيهم راي الخبير التحكيم الكابتن سمير عثمان. لاعب النادي الاهلي هيبتدي يستلم الكره اما نعمل بلاي هتلاقي فيه مهاجمه من لعيب نادي بس نقف هنا خلاص دي ركله جزاء واضحه. نشوف الهدف اللي احرزه النادي الاهلي وكان في طلع مع حارس مرمى نادي بيراميدز والكره وقعت وبعد كده طبعا جهاد شاف الكره بشكل ممتاز نزلت راح حسبها جول. ايه رايك مبدئيا عشان عندي سؤالين ايه رايك في الهدف ده سليم ولا لا؟ انا شايفه هدف صحيح هدف سليم وانت شايفه معايا ايه؟ لا انا شايفه هدف سليم الاثنين بياكدوا الهدف صحيح. طب ما اتحسبش ليه؟ ماليش دعوه ماليش دعوه ده راي خبراء التحكيم زي رايهم ايضا في مباراه الاهلي والمحله كان الحكم محمود معروف وكان حكم الفار سيد شعبان. المحله فاز 1-0 وتسبب طاقم التحكيم بيحسب هدف للمحله بدايته من فاول غير سليم وكلنا شفنا لما الكوره تسفر عن هدف حكم الفار من مسؤوليته مراجعه اصل اللعبه بدات من خطا ولا لا وشفنا اكم من قرارات اتعدلت بناء على بدايه الخطا كان فين لكن ده مع الاهلي لا ما يحصلش ويعترف بيه خبير التحكيم. نشوف بعد كده هدف المحله. نعم. الفاول اللي اتحسب على النادي الاهلي لا يوجد شبهه فاول فيه. ادي اللعبه اتنين رافعين رجلهم بيلعبوا الكوره مع بعض، الفاول مش موجود. نعم رامي ربيعه خد الكوره. خد الكوره يعني الاثنين مع بعض عندهم فرصه في لعب الكوره. هنا بقى دي لعبه محمد هاني، نشوف بقى اللاعب هنا بص اللاعب. بص بص الرجل بقت فين؟ اللي انا اقدر اقول عليها في دوسه على الرجل الشمال. لا لا نعم. القدم سيخ من الدوسه القدم وهنا كمان القدم لما الربة. نرجع كده يا نعم. كابتن احمد معلش نعم. نعم القدم هنا قدم اللاعب المحلي اهو بالشكل ده اهو نعم. خلاص حط قدمه نعم. امام قدم لاعب محمد هاني اللي هيجي فيه نعم. يعني حط رجله على برجله في فخذ لاعب محمد هاني خلاص نعم. محمد هاني لازم يسقط بالشكل ده فطبعا هي دي ركله جزاء واضحه نشوف بقى الحاله اللي هنا ضربه جزاء لم تحتسب طبعا ركله جزاء لم تحتسب نيجي بعد كده الحاله بتاعت فتح الله لاعب المحله دي لحظه حدوث المخالفه نعم عشان ادي اعتبارات الفرصه المحققه السيطره المواجهه المسافه للمرمى نعم الحاجات دي كلها موجوده متوفر. عدد المدافعين نعم. وخلاص مفيش حد قدامه نعم اذا دي فرصه محققه لاحراز هدف نعم. اي مخالفه تمنع فرصه محققه احراز هدف خارج نعم. منطقه الجزاء كارت احمر نعم ده راي الكابتن الشناوي بوضوح في مباراه الاهلي والمحله اذا جون من كوره ما فيهاش خطا ضربه جزاء لم تحتسب طرد للاعب المحله تم التغاضي عنه ثلاث اخطاء في مباراه الاهلي بيخسرها ده راي الكابتن الشناوي وده راي الكابتن سمير عثمان اما نبص على رجل المدافع اما نيجي نبص على رجل المدافع نادي المحله هتلاقيها دايسه على قدم مهاجم النادي الاهلي محمد هاني تمام وبعد كده في الالتحام اللي جاي بالفخذه من فوق التحام طبيعي بس لكن في خطا اللي هي ضعف قدم لعيب نادي المحله للعيب نادي الاهلي زي اللقطه اللي بالفيديو احنا شايفينها دلوقتي عارف الخبطه دي اللي دعت الرجل دي هي اللي خلت محمد هاني ينطر بعد كده وده مكمل فيه يعني ضربه يعني ضربه جزاء ضربة جزاء كان لازم حكم الفيديو نادي معروف يشوفها، كان لازم ده حق اصيل لحكم المباراة ان حكم الفيديو يستدعي الكرة زي دي، امال احنا عاملين فيديو ليه؟ تعال شوفها، نقول طيب. معروف تعال شوف الكرة دي طيب دي الكرة الأولانية ضربة جزاء، الثانية تستحق طرد؟ الثانية بقى أنا نتفرج عليها دلوقتي زي ما احنا شايفين كده
مع بعض يا كابتن. الفرصه المحققه، عناصر الفرصه المحققه كلهم موجودين، العناصر كلها موجودين. هنا محمد معروف احتسب القرار التمرين خطا، بس هنا برضه ارجع تاني حكم الفيديو كان لازم يناديه عشان يقول له لا تعالى بص عليها العناصر موجوده في عناصر الفرصه المحققه، يبقى لازم كارت احمر مش كارت اصفر. وانا مش عارف يعني لما واحد زي كابتن سمير عثمان الراجل يستغرب هو الحكم حكم الفار سيد شعبان ما ندهلوش ليه؟ امال هو وظيفته ايه؟ ولما تبقى ضربه جزاء بالوضوح ده والناس شايفاها ليه ما يستدعيش الحكم؟ ليه؟ ليه اذا كانوا فعلا دول حكام الامتياز والتميز زي ما الاتحاد بيقول، اذا كان عندهم كل هذا القدر من الكفاءه ليه مش حريصين على اقرار ان كل فريق ياخد حقه؟ ليه؟ وبعدين تيجي واقعه تكشف ازدواجيه المعايير، الاقي الحكم محمد معروف، معروف قوي، بيحكم اللي تجاوز او تغاضى عن حق محمد هاني في اللعبه دي نفس الحكم، يقوم حكم مباراه المقاولين والانتاج ويحتسب الخطا للمقاولين ضد الانتاج. هتشوفوها، ما انا بقول لكم يعني لو الامر يتعلق بكفاءة حكم أو يقصته ممكن نتكلم، في مستوى ممكن نتكلم، في أخطاء تقديرية ممكن نتكلم، بس لما نفس الخطأ يحصل فهنا تستخدم قرارك فورا وتحتسب، وهنا لا، نفس الحكم في نفس في نفس الكيس نفس الحالة، مرة بتحسب ومرة ما بتحسبش. ويجي خبراء التحكيم مستغربين، مش رأينا، هم اللي مستغربين ازاي ده بيحصل وازاي ما يستدعاش الحكم. وحتى سمير عثمان قال لك هو احنا جايبين فار ليه؟ ليه؟ عشان الناس تقعد في التكييف؟ عشان يتفرجوا على التلفزيون؟ ولا علشان يحافظ على حق كل فريق؟ بقول لك احسب ان شاء الله ضد الاهلي، بس ادي كل فريق حقه، انما اخطاء بالوضوح ده وباعتراف الناس كلها حتى الجمهور اللي بيتفرج وبسيوني يقول لك ماشي ماشي ماشي، ده كلام مش منطقي ابدا. كانت في مباراه الاهلي والزمالك واللي الاتحاد صمم انه يحكمها طاقم مصري، وقلنا كويس كابتن امين عمر حكم الفار كان محمود عاشور، النتيجه 1-1، ضربه جزاء لرامي ربيعه اهي شايفين احمد ابو الفتوح ورجله على رامي ربيعه، في خطا الناس اتكلمت فيه والطاقم المصري ما احتسبش برضه، محدش عارف ليه رغم وضوح الخطأ ووجود الفار. الأهلي بيلعب مع سيراميكا كليوباترا، الحكم برضه الكابتن أمين عمر وحكم الفار نادر قمر الدولة. الأهلي كسب 4-0 بس في هدف ملغي، كابتن أحمد الشناوي شرح الخطأ نشوفه. الكرة دي ازاي من وجهة نظر حضرتك اللي كانت في الدقيقة 14؟ وجهة نظري أن حكم الفار يعني أخطأ 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 وفي عندنا إعادة لما هتشوفها يعني الإعادة اللي هي بعد ما لغى الهدف، بص الكرة راحت فين؟ من المستحيلات إن الكرة الإيد مش باينة، تبقى جت في الإيد إزاي؟ فين لمسة اليد؟ مش موجودة. فين إيد قفشة؟ مش باينة إيده. طيب هدف غير صحيح لأسوان بقى المرة دي في مرمى الأهلي، الحكم محمد عادل اللي بكرة هيحكم الأهلي والمصري. نشوف رأي الكابتن أحمد الشناوي اللي بيشرح خطأ لمحمد عادل في احتساب هدف من لمسة يد. هنا محمد عادل صفر قبل الكرة، واضح أو شوف بيصفر وقال إن الكرة لمسة يد. بغض بقى خلينا نوصل للحجم، بغض النظر الكرة جت في الإيد أو ما جتش في الإيد. وانس إن الحكم صفر على لمسة اليد قبل أن تجتاز خط المرمى انقطع وانتهى دور الفار. محمد عادل صفر بان الكره لمست يد كويس ولغى، هنا الفار خلاص يتدخل. تتحسب ايه بقى؟ يحسب لمسه اليد، يحسب لمسه اليد ولمسه يد. الفار ما يقدرش يعني يتدخل. يعني الجون ده المفروض مش جون الكره، ما هو طبعا مش جون. ليه؟ لان هو بصفر لمسه يد. هو قصده يا كابتن سيف، قصده كابتن قبل الجون ان ما ينفعش يصفر، ما يستعجلش في الصفار. لا حتى هو صفر خلاص بالظبط زي طيب الاهلي بيلعب مع الاسماعيلي، الحكم محمد الحنفي اللي بكره هيحكم الزمالك والسيراميكا، وفي الفار الكابتن محمود عاشور اللي راجع من الاولمبياد. ومع هذا كان فيه
ضربة جزاء للأهلي أمام الإسماعيلي اتكلم عنها الكابتن سمير عثمان. هل الكرة بتاعت عجاية دي ركلة جزاء ولا مش ركلة جزاء؟ زي ما احنا لو هنشوف على الشاشة دلوقتي تحكيمين رقم واحد كان لازم حكم الفار كان يصدر حكم المباراة بالكرة دي برقم واحد. يعني كرة زي دي بجميع الأشكال ما كانش ينفع ما ينزهوش فيها. رقم اثنين هنقول حاجتين، لو في خطأ حدث قبل الكرة ما تبقى خارج أرض الملعب تبقى توجد ركلة جزاء. أنا شايف الكرة دي في ركلة جزاء لأن في خطأ تم قبل الكرة ما تخرج أرض الملعب. تمام، إذا الكرة دي من وجهة نظر حضرتك ضربة جزاء. ركلة جزاء في احتكاك تم قبل الكرة ما تطلع بره أرض الملعب، وحكم الفيديو كان لازم ينادي حكم المباراة يبصوا مع بعض على الاثنين. تمام، إذا الكرة دي من وجهة نظر كابتن سمير عثمان ضربة جزاء صحيحة للنادي الأهلي. هل في ألعاب تانية يا كابتن؟ لا، هي في كرة تانية اللي تم احتسابها لركلة الجزاء لصالح نادي الإسماعيلي، بس أما نرجع للاي بي بي اللي هي يعني لحظة بناء الهجمة لقى في فاول، فالراجل يلغي ركلة الجزاء، ولو كان هدف برضو كان لغاه لو في خطأ تم حضره، وده اللي عمله النهارده حكم الفار مع حكم المباراة، وده التطبيق الأمثل لتقنية الفار. يا فرحتي بالاعترافات، مباراتين على التوالي ادي الاربع نقاط. الاسماعيلي ضربه جزاء زي ما كابتن سمير عثمان بيقول ان الحنفي ما حسبهاش بكل وضوح عشان الاهلي يتعادل، ثم الاهلي وطلائع الجيش باعتراف كل الخبراء ان الكره جوه، وحتى لو ما اعترفوش ده اي منطق واي عقل واي حد بيتفرج إلا بسيوني طبعا يشوف الرجل جوه إزاي ما تتحسبش، واحد رجله على الخط والرجل التانية ممدودة وما تحسبتش. آدي الأربع نقاط اللي بنتكلم عليهم في الدوري دلوقت من بين ال 15 نقطة، يعني آخر مباراتين حسموا الدوري أو أثروا على الترتيب في الدوري، الإسماعيلي وطلائع الجيش الاتنين على التوالي، إبراهيم نور الدين ومعاه بسيوني، ثم قبل منه الحنفي في مباراة الأهلي والإسماعيلي، وسمعتوا رأي خبراء التحكيم عن ال 15 نقطة، 15 نقطة في موسم لم يكتمل بعد. في تاني تأثير على العدالة وضياع حقوق مشروعة لفريق لاعب 73 مباراة في سنة كاملة وخاض أكثر الصعوبات في المباريات البينية في كل الظروف اللي الأهلي هو اللي تعب فيها فقط، وتحمل لكل هذه الأخطاء التحكيمية. وعلشان الأهلي والزمالك هما طرف المنافسة، أي حاجة غير قانونية أو غير مشروعة ياخدها الأهلي هي بالخصم من الزمالك، وحصول الزمالك على أي حاجة مش من حقه تزيد من رصيده هو خصم من الأهلي. لو الاتنين بياخدوا حقوق مشروعة كان بها، إنما أي واحد منهم هياخد ما هو مش حقه ده خصما من التاني بالتأكيد. دي المنافسة الثنائية ودي طبيعتها. عشان كده خبراء التحكيم زي ما أهدروا 15 نقطة على الأهلي، شفنا خبراء التحكيم نفسهم، وبالمناسبة منهم ناس في قناة الزمالك، الآراء اللي هتسمعوها فيها آراء لكابتن ياسر عبروف في قناة الزمالك، ولن نتدخل وفقا لرصد خبراء التحكيم. الأخطاء التحكيمية هذا الموسم الزمالك استفاد بتسع نقاط نتيجة هذه الأخطاء. الزمالك بيلعب مع بيراميدز، نتيجة 1-1، الحكم محمد عادل، خبراء التحكيم قالوا إنه الحكم ألغى هدف لبيراميدز فادى الزمالك نقطة. الزمالك بيلعب مع إنبي، الزمالك فاز 2-1، كان الحكم محمد الصباحي، الخبراء قالوا انه تجاهل ضربه جزاء لإنبي فادى الزمالك نقطتين. الزمالك بيلعب مع بيراميدز، النتيجه 1-1، الكابتن جهاد جريشه الحكم تجاهل طرد طارق حامد وضربه جزاء للزمالك اداله نقطه. الزمالك بيلعب مع الاهلي، النتيجه 1-1، الكابتن امين عمر تجاهل ضربه جزاء لرامي ربيعه فاداله نقطة. الزمالك مع المصري، الزمالك كسب 2-1 في قيادة
محمود البنا ضربه جزاء على المصري نقطتين، الزمالك بيلعب مع سموحه النتيجه 2-1، الحكم محمد الحنفي تجاهل ضربه جزاء لسموحه فاد الزمالك نقطتين. اجمالي النقاط اللي خبراء التحكيم تاني، اللي خبراء التحكيم وبينهم خبراء تحكيم زي كابتن ناصر عبروف في قناه الزمالك وفي قناه اون تايم، الزمالك استفاد بهذه الاخطاء بتسع نقاط. لما الزمالك يستفيد تسع نقاط والاهلي يخسر 15 بونت، يعني في 24 نقطه اثرت في مسار البطوله. ومش راينا، مش راينا، راي خبراء التحكيم وبينهم ناس في قناه الزمالك نفسها. هدف صحيح لبيراميدز امام الزمالك، نشوف الكابتن الشناوي والكابتن سمير عثمان بيعترفوا بصحه هدف بيراميدز. انا بالنسبه لي الكره دي هدف سليم، وهقول لك ليه هدف سليم من وجهه نظري انا. طبقا بتاع، خلي بالك لعيب نادي الزمالك لما ادينا حط كده هتلاقي ده يعتبر موازي داخل الستة ياردة، انما في الكوره دي اما نلاقي الكتف هو هتبقى اخر نقطه، طالما ان هي اخر نقطه يبقى لعيب نادي بيراميدز اللي احرز منه الهدف ده كان في موقف سليم. وضربة جزاء لإنبي قدام الزمالك، كان الحكم الكابتن سمير عثمان بيشرح كيف وقع هذا الخطأ من الحكم في مباراة إنبي. طبعا هنا في خطأ، يبقى هنا في خطأ على نادي الزمالك. الحاجة التانية عاوزين نعرف هي بره ولا جوه، بس هنا الحدث حدث الخطأ، الالتحام حدث على الخطوط اللي احنا مبينينها، ركلة جزاء غير محتسبة لصالح فريق إنبي، ودي كانت في الشوط الأولاني. طيب الزمالك بيلعب مع بيراميدز والحكم محمد جهاد جريشة والفار محمد الصباحي، ضربة جزاء غير صحيحة للزمالك قدام بيراميدز، نشوف رأي كابتن سمير وعثمان فيها. نشوف لعيب نادي الزمالك عمل ايه مع عبد الله السعيد، وهو بيروح عبد الله السعيد بيروح بيستلم الكرة، هنلاقي كوع عبد الله السعيد في رقبه عبد الله السعيد طارق في عبد في طارق حامد. طبعا دي الكره بالشكل ده على اقل حاجه بقى فيه تهور وبانذار. نيجي للحاله اللي بعد كده، حاله مهمه جدا في المباراه، احتساب ركله جزاء لصالح نادي الزمالك. طب هنشوف في ركله جزاء ولا، ونسال بعض الاسئله. الكره جت في ايد لعيب نادي بيراميدز، مظبوط، حلو. اما نيجي نشوف دي افضل زاويه الكره جايه، اوكي هنوقف الكره، بس نوقف هنا. الكره كابتن ايمن جت في ايده صح، جت في ايده واضحه. طب لو شلنا الايد دي الكره هتروح فين؟ هتروح في جسم لعيب بيراميدز. تمام يعني مش ضربه جزاء من وجهه نظري انا، طبقا للصوره والتحليل الفني اللي انا بقوله كحكم، الكره دي ما فيهاش ركله جزاء لسبب بسيط، الايد مش مكبره الجسم، الايد داخل الجسم. والكابتن احمد الشناوي بياكد ايضا عدم صحه ضربه جزاء للزمالك قدام بيراميدز. الايد بتاعت لاعب نادي بيراميدز، هل الايد شكلها بالوضع ده مكبره جسمه ولا في الجسم الطبيعي؟ مش مكبره. اذا النهارده بدليل ان الايد دي لو اتشالت الكره هتخبط فين؟ في جسمه. يبقى اذا النهارده الايد اصبحت يعني اتاتشت ملاصقه واصبحت جزء من الجسم وليس مكبره للجسم. طيب يعني الكره ديت المفروض ان هي مش ضربه جزاء؟ للركلة جزاء، مش ضربه جزاء اصلا. لعبه طارق حامد، يعني اللعبه لابد اولا التهور موجود والقوه النهارده الشكل بتاع ايد طارق حامد هو ولا ولا ايد؟ شكله ايه دلوقتي قدامنا؟ قول. انا ايده بيدخل بالشكل ده بقى كوع بقى خلاص يعني شيء. طب شوف ايده وظبط متصدرها ازاي للاعب بالشكل ده؟ ايوه ده لازم هنا، وهو كان معاه بطاقه صفراء اولى، اقل شيء ان يكون في انذار، اقل شيء لكن يعني مش عايز اقول لك، والطرد يعني الكارت الاحمر يبقى كمان موجود. طيب في قناه نادي الزمالك بقى كابتن ياسر عبد الرؤوف بيتفق مع الكابتن الشناوي والكابتن سمير محمود عثمان عن نفس المباراه الزمالك مع بيراميدز، نشوف اهي انا بتحرك عادي، هو كابتن كده اهي. ايوه الكره اهي، شايف شفتها اهي، انا اهي يا كابتن اهو. أيوة. شفتها. ايوه يا خالد ممكن اسحب ايدي يا خالد. ما بص اهي يا كابتن اهي، بص بقى عايز تسحب بقى ايديك، احنا بنتكلم هنا اهو. اهي يا كابتن انا شايفها قدامي اهو. ما انا عينيا على الكوره، ما انا عارف ان انا شايفها، انا عارف ان انا شايفها يا كابتن. ده جايه مقصده في ايده يا خالد، مقصوده يعني.
وجهه نظرك واحترمها. انت شايف انها مش مقصوده؟ لا خالص. ده في قناه الزمالك. جينا لمباراه الزمالك مع سموحه. ضربه جزاء صحيحه لسموحه لم يحتسبها محمد الحنفي ولم يستدعيه ايضا نادر امر الدوله. والراي للكابتن الشناوي. هنرجع من الله في اللعبه دي مهمه جدا. نمشي هنمشي فريم فريم كده بس نقف هنا. لا اقف قبل ما يقع اللاعب. نقف هنا. هنا في التحام ولا في هنا اللعيب نمشي فريم واحد بس كده. ايه ده اللعيب بيقع كده؟ اللعيب كده وقع؟ اللعيب كده سقط؟ ما هو حضرتك انت جايبها من ستريت يعني من انا بسال بس هو كده ما فيش سقوط للاعب بس هو كان اختلل واللعيب دلوقتي كان بيعمل فنت عايز يرجع بالكوره الناحيه الثانيه دخل معاه لاعب نادي الزمالك داس على رجله. هو ده اللي خلى الفار يجيب محمد الحنفي مش حاجه تانية. هو ده اللي خلى الفار يجيب لان هو بعد ادي اهو ادي الدخله هو النهارده ما سقطش ابدا الا لما الرجل جت على الرجل وداس عليه بالشكل ده. اذا النهارده المخالفه موجوده ولكن الحنفي هو صاحب القرار الاول والاخير لم يحتسب ركله الجزاء او المخالفه اللي هي كانت المفروض تحتسب. الزمالك بيلعب مع المصري. الحكم الكابتن محمود البنا والفار محمود عباس أبيل. الزمالك بيفوز 2-1 لكن ضربة جزاء الزمالك غير صحيحة. والرأي للكابتن سمير عثمان. عايزين نركز على اللعيب الأبيض والأخضر. هتلاقي فيه دفعة اتفضل العب. هتلاقي فيه دفعة من مدافع نادي الزمالك للعيب نادي المصري. بص يا كابتن ما زقوش حازم اهي. بص يا كابتن لا بص يا كابتن زق اهي. بص يا كابتن عايزين نركز على الايدين يا كابتن حازم. ايوه الزقت وقع كل ده في القانون. مفيش دفعة بسيطة ودفعة جامدة. هنا في دفعة بإهمال من لعيب نادي الزمالك. كان لازم الحكم لا يمكن يشوفها بس كان لازم حكم الفار عشان يخلص الجدل اللي احنا فيه ده. زي ما جاب له اللقطه بتاعه الايد كان لازم يجيب له اللقطه دي. زي الاهمال بتاعه اسلام صلاح. ما هي دي اهمال خلاص نفسها بالظبط. ما هي دي دفعه. ما انا بقول لك يا كابتن عمرو زي كره اسلام صلاح كابتن عمرو في ما فيش دفعه بسيطه ودفعه جامده. ده يرجع كله هنا تقدير الحكم. هنا في دفعه يبقى في خطا يبقى ما فيش ركله جزاء. والكابتن الشناوي بيتفق مع الكابتن سمير عثمان عن نفس الواقعه انه ضربه جزاء غير صحيحه. نشوف. هي طبعا هي لعبه مرتبه لان هناك ركله جزاء مستحقه على لمسه اليد ولكن يسبقها مخالفه. ايوه مخالفه من لاعب الزمالك وهي اهداف لاعب المصري. وكان من المفترض على الـ على الـ على الفار ان يقدم له يقول له في ركله جزاء وفي فاول وبيشيك عليهم البنا. الاجراءات دي اللي انا بقولها لك المفترض تتم. ايوه وكان طالما هو البنا راح بس شاف ان في ركله جزاء وشاف في دفع بيخش ويكلم كابتن الفرقه وكابتن الفرقه كان ليكوا ركله جزاء بس عليكوا فاول من انت في فاول قبل منها ويستأنف بالفاول اللي هو على طب ما عملش كده ليه؟ ما اعرفش. ما عملش كده ليه؟ قال له ما اعرفش بس الكابتن رضا البلتاجي يعرف. طرد طارق حامد بتتفق مع نفس وجهه نظرك بانه كان المفروض طرد من اول مره مش انذار ثم طرد؟ لا مش من اول مره. لا طرد طارق حامد ده اتاخر 7 سنين. سبع سنين من 7 دقايق اتاخر 7 سنين. بمعنى انه كان يستحق على لقطات مشابهه في ماتشات قديمه بطاقات حمراء. طارق حامد استخدم الموقف ده عشرات مرات قبل كده. طارق حامد يطرد عشرات مرات في عشرات ماتشات في فتره تواجده على الزمالك في الخمس سنين اللي فاتت. اللقطة الجدلية التالية اعتقد والاخيرة هي لقطة هدف الزمالك الثالث من ضربة جزاء. الفاول لصالح النادي المصري في دفع قبل ركلة الجزاء. الخطأ الاول الدفع على مهاجم نادي الزمالك تمام استوجب ركلة حرة غير ركلة حرة مباشرة. الحكم مسكها. اظن شفت الرأي الاجمالي من الكابتن البلتاجي. وفي كل الوقائع اللي فاتت لقناة الاهلي اتكلمت ولا رأي خبير من قناة الأهلي ولا رأينا. الوقائع التحكيمية يسأل عنها خبراء القانون. خبراء التحكيم هم اللي أقاموا الدليل في كل وقعة من هذه الوقائع سواء في 15 نقطة اللي أجمعوا على إهدار التحكيم حق النادي الأهلي فيها أو في احتساب 9 نقاط للزمالك بإجماع آراء الخبراء زي ما شفتوا في وقائع كان الرأي فيها للكابتن ياسر عبد الرؤوف من قناة الزمالك وكابتن رضا البلتاجي وكابتن سمير عثمان والكابتن أحمد الشناوي. حتى في كاس مصر كابتن عادل عقل سجل
انه في مباراه الزمالك في كاس مصر كان هناك احتساب ضربتين جزاء غير صحيحتين للزمالك زائد طرد غير صحيح لمدافع حرس الحدود في مباراه الزمالك والحرس. نشوف في الدقيقه 50 لحميد حداد على احمد سامي ركله جزاء. هي بقى دي اللي يقال عليها يا كابتن عمر وكنت بتناقش انا وحضرتك قبل الهوا انها فعلا ركله جزاء من وحي الخيال ملهاش اي اساس من الصحه. طبعا هنا بقى نوقف ركله جزاء ثانيه طبعا ده انا لسه هقول اعتقد تمام فاجئنا هو بركله جزاء ثانيه وركله جزاء غير صحيحه تماما. الطرد البطاقه الحمراء وركله الجزاء الثانيه وركله الجزاء الاولى تمام هم نقطه التحول تمام دفعوا ما فيش فار اظن شفنا الراي في كل هذه التقديرات من خبراء التحكيم. 15 نقطه ضاعت على الاهلي وتسع نقاط اضيفت للزمالك باجماع اراء الخبراء. ما تدخلناش براينا وما استعناش ابدا باي راي من داخل قناه الاهلي. والفيديو على من ادعى والصوره على من انكر كان الدليل واضح جدا. عشان كده بنقول هذا الفريق الذي تعرض إلى كل هذه الظروف هو اللي بينافس ريال مدريد على الأكثر تتويجا في العالم. على جمهور الأهلي أن يفخر أكثر، أن يسعد أكثر، أن يزهو بفريقه. إحنا بنتكلم إن إحنا بنلاحق ريال مدريد على صدارة أندية العالم في الأكثر تتويجا بالبطولات القارية والدولية، ويجلس الأهلي على قمة بطولات العالم في كرة القدم مجتمعة. يعني لو هتتكلموا على إجمال البطولات المتنوعة في كرة القدم الأهلي أول العالم. هنتكلم على البطولات القارية والدولية الأهلي لا يسبقه أحد غير ريال مدريد، وفي حجم الشعبية في المتابعة على اليوتيوب الأهلي يسبق برشلونة، ودي مش إحصائياتنا، دي قيمة ومكانة زين النوادي. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله، ونسيبكم مع زين النوادي.